الدكتور اسلام سليم مدير اداره الاثار الغارقه بوزاره السياحه. يعني ماذا اكتشفتم وكيف اكتشفتم هذه الاثار؟ مساء الخير على حضرتك. اهلا في بك. البدايه اسمحي لي ان انا بس اقدم تحيه لحد يعني صاحب فضل علينا، هي القوات المسلحه وخصوصا القوات البحريه وحرس الحدود. نعم. بصراحه قدموا لنا الدعم كبير قوي خصوصا في خليج ابو قير وفي سواحل مصر كلها. صحيح. اولا احنا هنا بنتكلم على مدينه كامله غرقانه، مش بس المعبد، احنا بنتكلم على مدينه هيراكليان اللي بترجع للقرن الثامن قبل الميلاد، هي عصر متاخر، ودي كانت موجوده في مدخل مصر الشمالي على فم الفرع الجنوبي لنهر النيل. المنطقه دي من المناطق اللي تم العثور فيها على اثار يونانيه اقدم بكتير من مدينه اسكندريه، دي كان بيسكنها الجاليه اليونانيه. المدينه كان ليها ميناء عظيم كان بيربط البحر المتوسط بالبحر الاحمر عن طريق نهر النيل. كان ليها قوه اقتصاديه كبيره لدرجه ان احنا لقينا 73 حطام سفينه غرقان في المنطقه. المنطقه قل دورها بعد مجيء الاسكندر الاكبر واسس الاسكندريه وبنى الميناء الشرقي او الميناء الكبير الماجنا بورتوس، لكن فضلت محافظة على أهميتها كمدينة دينية. كانت بتحوي أكثر من معبد، كان فيها معبد إيزيس، معبد أمون جرب أو أمون الغربي،